بارلمانك الدولات قبلات كرشب اللي ساعد كدب وحا اي دوران دونان سيديات سنتر او كم النقون يحبنها اغل كسر اي بارلمانك كوبية تمناد اي سوماليا سيوين اي عندها اللوغو هيا وا دوروشا كدوانان دون تك دوروشو ينكي كدع اي قروي روسا مرهب بايدابا اي كسمايو وانا مدكن سنتنان دون تده فرنان اي ددال حوغ لي ما دام الدمان دين عيادو اي سفران او ترتمي دونان مجران دورشان هرشبه لمن حي سياسة ديد اي تناسل منا دمان قدقة دورشان اي هرشبه لأي سيت اي فيت اما هر فدرال اي هر دولت قبلت با وحا اي موچنا يان غنع سنان حوق بدن وحا انو ايجي دونا سيديد دا كرسي حبنا هلا سادالين اي اني كسو بيحي دونان اي سيدا ترتن كو دين عيادة او دحمر ايو كرسيقة كوباد وحا كله اللما يا الحاجي موسى سودي يلحو او كتر سن حزبيغا مدحوينه هوري حسن شيخ محمود افر سن سواها سنتر اادو هذا اللاعتكا مركا لغاها اللي يمودو كرورسيغي وقودن بيه اي فيلا سوماليا سمايستاي احمد داعي او هوري اسو نقضي قدوميه دقم قبل كبنادر تاقيرانا كهيست بيشيسا اي مدحوينه هوري شريف شيخ احمد قوفك سدحادي وعبد الله شيخ حسن او لأييد سنيها إنو كسعودة دينعا فيلا سوماليا صدح داسي مشارح ايا كلو اللاميا وا كورسي ترتان عدا كفوران يهي وا كميد كميدا كوا اوغو حيساها بادن صدح دا حمنو اللبادا حمنود اي اوغوه الرئيسي موسى سودي اي احمد داعي واحل الرومي سنيها إنو نقون دونان كوا سامين بادن له عبداللهينا ورار ايا شيغا يا إنو سان دابير شيدي دونين كورسي قلباد وحا كلو اللاميا دكتور عثمان محمود دفلة وا دكتور مهم او سوماليا افر سنه سو اها سنتر صاحب دو ايو هدا ليه مدحوينه هوري حسن شيخ محمود نينك اي ترتمي دونان وان باس الدور محمد احمد نور ترسن سفيرك سوماليا اي كينيا هدا اي دوقي هوري مقدشو وا لاعب سياسيات او لرميسن يحي انو غربسار وين لا يلان كرو درافيا كلا دوون كرسي سدحاد بروفيسور محمد عثمان دغاجون او افر سنه سو اها سنتر مركنه دونايو انو كرسيغان هلو لما هي حوغتي سعيده او كو خيران يحي marka laga reebo dhaqaaqiisa maaliyadeed oo xoogaysanaya tan iyo ganinki dambe ee maanta laakiin loolan adag ayuu kala kulmaya ninka la filayo inuu noqdo sanatar ka cusub nabad doon nuur maxamed geedi canjeex waa saaxiib ka dhow ee cali guulaawe waxaana warar kala duwan ay tilmaamayaan inuu dhaqaale badan ku bixinayo helitaanka kursigan كرسيغا أفراد وامدك أي ليهد هاي بيشا عدير رضا سمتاليس وحا كلو لما يا أفر رقا إي هال قبرا وامدك ميدا كراستي حساسيغا أه لكن سادال انتهر دعا إي الله هايو لولنك وقو آدك وحا ودحا يا عبدالغادر حنفي أو كسعود حق شريف شيخ أحمد علي شبعان أو مرف كيسا سياسيغا جها ورير بدني كجرو أي لولو لما يا وحا صوبح يا ورارت الماما يا إني قبردو ليهد هاي فرصات سياسيديد أو ونكسن marka laga hadlayo qoondada haweenka kursiga shanaad waxa afar sano oo soo dhaafay ku fadhiyay Cismaan Axmed Macow bilowgi imaanshaha siyaasadda waxa soo galiyay madaxweyne hore Xasan Sheekh ninka ay loolamayaan hadda waa Xasan Iido Kobac saameyn ayuu u lahaa muddooyinkii ugu dambeeyay dadaalkiisu ma yara baarlamaanka Hirshabeellana waxa la aayidsan yahay in uu horey saaxiib badan ugu lahaa inta aanu tareenka doorashada la bilaabin حق السياسة دا شريف شيخ أحمد أي آدس وقودة وايان بليه وقودة بيي عبد النور إبراهيم أي آس نطرتن كان قيب كاة كرسيق اللحاد وحا كله اللهم يفرتون عبد الغادر فارح كرامة قوار او دالي نبادون هورينا اوسو النقوتي سنتر وحا اللطرتما يا سعدية يرو آدن سادا لنتو هردعاه وحا اي سيق الدميسا انفرتون كرامة مركلا اي سوال لامن دونتو كرسيق التضباد deegaan ahaan waxa laga leeyahay deegaanada buqda iyo ceel cali ee gobolka Hiiraan waxa ku loolamaya laba rag iyo laba dumar ah Naciima 4 sano ayay soo joogtay kursigan Maxamed Macallin Kulmiye oo saaxiib dhow la ah baarlamaanka Hirshabeelle kana mid ah xubnaha gudiga soo xulay iyo Abuukar Macallin Maqaney ayaa kamid ah xubnaha loolanka adag dhexmarayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Hirshabeelle ayaa labaduba kursigan saameyn ku leh kursiga sideedad waxa ku baratamaya afar musharax maxamed amin oo afar sano oo hore sanatar soo aha ka tirsan xisbiga madaxweyne hore xasan sheekh
يا أحمد محمد علي أفعدي سياسة هانتيسة وحال الرميسين يها إمدن عيكال الدونة ترسانة يان وحانا دحمر يا ترتن حيساله وحايس لترتن كان كولتشر اللبا مشرحة وكاله سيدية دان كرسي هيرشابي اللي دورشادة وضا أوبريسو قبقبوبي دونتا وحا أيق وحبادن كردقي دونتا هنانك دورشادة أقل كسره أو سيوين لورد اللي عينة يو marka laga hadlayo hanaanka dawlad goboleedyada u maareeyeen gaar ahaan kuwii ka dhacay Puntland Galmudug Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo malxiisyada siyaasadeed si weyn loogu dheexay iyadoo oo mucaaradka qaar koodna ay ku tilmaameen ba inay ahayd wax weyn oo siyaasada Soomaalida aan mar kale soo mari doonin doorashada Hirshabeelle waxa ay kala duwan tahay doorashooyinkii hore in ay ku soo beegantay iyadoo ay sahayaan farmaajo iyo roob leh damaan faragelimihii xaggaasi ka iimaanay waxa la rumaysan yahay inay hoos uga dhicday